دي لقطه مختلفه جدا وناس كتير جدا ممكن يكون ما يعرفوش عنها. هندرسون كابتن ليفربول جمعوا عناق حار جدا مع ابوه داخل الملعب. كتير ما يعرفوش ان والد هندرسون كان عنده سرطان في الحلق وخبى مرضه على ابنه لفتره طويله جدا، ووقت العلاج ما كانش بيخلي ابنه يشوفه، لكن بعد الفوز باللقب جمعت بينهم لحظه جميله جدا بين الاب وابنه. تعال نشوفها مع بعض.